وللمزيد يلتحق بنا من جنيف مراسل الإخبارية زميل طه يوسف. طه أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة، ونحن على مقربة من هذا المؤتمر يعني المرشح المملكة لإدارة منظمة التجارة العالمية، ما أبرز ما رصدته حتى هذه اللحظة؟ نعم، حتى هذه اللحظة ولا زال مرشح المملكة العربية السعودية يقدم خططه ورؤيته وبيانه داخل قاعة مغلقة أمام 164 دولة هم أعضاء منظمة التجارة العالمية، ولكن أبرز هذه الرؤية هي وضع استراتيجية جديدة لتفعيل أو تنشيط ما يحدث الآن في منظمة التجارة العالمية من كساد، وكذلك التجارة المتعددة الأطراف. هناك رؤية طموحة جدا تقدم بها المرشح المملكة العربية السعودية معالي محمد التويجري، وكذلك رؤية الرؤية المهمة اللي هي خلق يعني تفاهم داخل منظمة التجارة العالمية. الآن المنظمة تعيش تباعد ما بين الأعضاء، هناك خلافات معروفة ما بين الصين وأمريكا، وهناك خلافات داخلية وكثير جدا من الأشياء التي صدعت أو تصدع المنظمة. كل هذه الرؤية تهدف إلى إعادة وتشكيل منظمة التجارة العالمية وإلى إعادة سيرتها الأولى. نعم، أشكرك جزيل الشكر. كنت معي من جنيف مراسل الإخبارية زميل طه يوسف.